السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. يقول: اعتدت منذ حوالي 20 سنة أن أحلق رأسي وشاربي بالموس كالمتحلل من الإحرام، وكنت أستمع لعبارات سخيفة من بعض الإخوة للأسف الملتزمين، منهم من أفتى بأنه حرام ومنهم من قال أنه مخالف للسنة النبوية. أريد أن أعرف حكم حلق الشعر والشارب بالموس. ينقل بعض العلماء كابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره يعني بالموس إلا في نسك كحج أو عمرة، أما حلق الشارب بالموس فيرى الأكثرون من أهل العلم أنه لا يفعل، إنما يقص الشارب. وشدد مالك في حلق الشارب بالموس فقال: حالقه يؤدب، حالقه يؤدب. والرواية التي فيها في خصال الفطرة حلق الشارب شاذة والصواب قص الشارب. إلا أن من العلماء من قال في مسألة حلق الشعر بالموس إنه يجوز ولكنه خلاف الأفضل، أما الجواز لحديث احلقه كله أو اتركه كله إن سلم من الإعلال، والله أعلم، فليراجع من ناحية الإعلالات.